مع الاسف الشديد المجال السياسي في المغرب تميع ولا كيشهد شي حوايج ماشي مزيانين. نزل المستوى ديال واحد العدد كبير الناس اللي كيمارسوا السياسه ولاو تيهضروا بواحد اللغه شويه نقدروا نقولوا بحال اللغه اللي كاينه في بعض الاغاني المغربيه اللي ما كتشرفش. بعض النقاشات في البرلمان ما كترقاش للمستوى اللي هو اللي خصو يكون واللي كان عليه من شحال هذا. الدائره ديال العنف ما مزياناش، كتسيء للدوله المغربيه، كتسيء لنا كبلد ديمقراطي حقوقي. هذه مساله شويه قبيحه في وجهنا مع العالم كيتفرج فينا وكيشوفنا، بقي عندنا قمع من هذا النوع، هذا شي حاجه اللي كتسيء لنا حقيقه.